فقرار بيروت لأهل بيروت قرار بيروت هو للي بيرتقوا وبس. تقريبا 1200 مليار ما قبل أزمة 2019. هالمبلغ بعد الأزمة بلشت تتضاءل قيمته الحقيقية. أن الفرق بين آخر الفائزين القوتي إلي حشوشي وأول الخاسرين منينة كان 7650 صوت. عزيزي جمال يخبرنا مش كتير مشاريع يعني اختصرنا إياها. شرف تفضل. أول شيء بدنا نعمله هو فرز النفايات من المصدر وإنشاء مصانع حديثة، تأهيل المسابح الشعبية، زيادة المساحات الخضراء ببيروت، إطلاق ورشة عمل مكرسة لدراسة كل الحلول الجدية لأزمتي الكهرباء والمياه، استحداث خطوط باصات منظمة. أنا أول شرط هحطه على الرئيس جمال هيدي قصة الكورنيش اللي ببلش من سان جورج وبيخلص على المتحف. إذا ما بيكون أحلى من أحلى المدن دي مشكلة بيني وبينه. ولا وجدنا العلم والخبر بتأسيس جمعية مهرجانات بيروت الثقافية وفي متنه أسماء مؤسسيها ومن بينهم رئيس بلدية بيروت جمال عبد الرحيم عتاني. فالاستشاري حدد الكلفة في دفتر الشروط الذي وافق عليه المجلس البلدي في 23 شباط 2017 بما يقارب 9,250,000 دولار، فيما حدد المتعهد الكلفة ب 8.8 مليون دولار ليأتي الرقم الصادم في الكلفة التي انتهى إليها الخبير والبالغ 2,964,000,000 ليرة. ممنوع اسم شخص يكون على البطاقة تبع التوزيع. ما حدا جاب من بيت بيو ووزع، هولي ملك البلدية. زيل ضخم ضرب لبنان كلات وضرب بيروت فورا، وهذا حيكلف يعني مليارات الدولارات ليرجع ينعاد. Thank you.